نحن على الضفة الغربية لنهر دنيبر وتحديدا قبالة محطة توليد الكهرباء في إنغرانارد، هذه المدينة التي توجد فيها هذه المحطة، محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية والتي تعرضت بالأمس إلى حريق في مركز التدريب والدراسات التابع لها. آخر المعلومات المتوفرة من داخل المحطة تشير إلى أن هنالك اتصال ما بين السلطات الأوكرانية والموظفين العاملين في داخل هذه المحطة بعد أن انقطع الاتصال معهم يوم أمس في أعقاب المواجهات التي شهدتها المنطقة بين القوات الروسية وقوات الحرس الوطني الأوكراني. الرئيس الشركة الخاصة في الطاقة النووية في أوكرانيا يؤكد عودة الاتصال مع الموظفين، وهو يقول بأن السيطرة على المحطة ما زالت للموظفين الأوكرانيين العاملين فيها، لكنه يؤكد وجود قوات محدودة من الجيش الروسي التي تطوق هذه المنشأة النووية. وهنالك تأكيدات من جانب الجيش الأوكراني على أن الجيش الروسي قد غادر مدينة إنغرهاراد وانتقل إلى محيطها، ولم يعد هنالك أي جندي روسي في داخل هذه المدينة سوى القوة العسكرية الصغيرة التي تسيطر على محيط هذه المنشأة النووية. لكن هنالك مخاوف لدى سكان هذه المدينة أو هذه المنطقة بعد تشدد القتال بين الجيش الروسي والأوكراني. المفاعلات لم تتضرر والبيئة نظيفة، خدمة الطوارئ فحصت المستوى الإشعاعي والوضع طبيعي، وبالأمس وزعنا أدوية خاصة على السكان لحماية الغدة الدرقية، لكن الناس كانوا قلقين من هذا الوضع، وتلقينا كثيرا من الاتصالات بشأن إمكانية الإجلاء. في طريقنا إلى هنا مررنا من العديد من المدن والقرى الأوكرانية التي أصبحت شبه خالية تماما وأصبحت تبدو كمدن وقرى أشباح، خوفا من تجدد هذه المواجهات واقترابها من هذه المدن. شاهدنا في الطريق إلى هذه المنطقة مئات السيارات التي تتجه إلى منطقة دنيبر، رغم أن السلطات المحلية ووزارة الصحة الأوكرانية تؤكد بأنه لا يوجد هنالك أي خطر إشعاعي على ضوء ما حصل في الأيام الماضية، لكن طبيعة الحال هنالك مخاوف من جانب سكان هذه المنطقة الذين بدأوا يغادرونها في الأيام الماضية على نحو كبير.